بحجان يكشف خبر عباس وحسين. يوم بحجان يكشف خبر عباس وحسين. خافوا وقع شايل عالمنا بالموازي. يقول له ابا عبد الله من حمل لما اخوي حمل انا عيني عليه يقول له من حمل ظلت دمعته بخد ظريفه فاتح عيوني على النوى وانظر رفيفه واشوف ياه الكون من لمعات سيفه ومن يصرخ اسمع صرخته وسط مياده. قلبي يا ابو سكينة قلبي والواد عبد قلبك الله يطير قلبك قلبي يا ابو سكينة على العباس مجروح شخصه تغيب والنوى ما شوفه يلوح شرايه بعد ما هي شخصة تغيب والنوى ما شوفه يلوح. هلا هلا اقسم عليك بامك الزهرة بعجل روح. اقسم عليك بامك الزهرة بعجل روح للمعركة وشوف البطل عباس. ابا عبد الله من حين طب المعركة عيني تشوفه ضيق على الجيش العداء او ضيق صفوفه. الله الله ما زور ان شاء الله محفوظ في العام تجيب. من حين طب المعركة عيني تشوفه ضيق على الجيش العداء او ضيق صفوفه. ابا عبد الله مجر الذبح وقطع والاعداء تشوفه ما تدري بحلقتنا واذا صوت خويا قطع العدو تشوفه. اقول عني الله قطع العدو تشوفه يا خويا غلام النار. ايوا سيدا ايوا عباس قطع العدا جبوب يا خويا والعم النار بالعجل شوف الديرنا بالعجل شوف الديرنا يا حسين شيال. اجا الامام الامام اجل لمن اللواء اعطوه ومن هو جامع شمله